ردي على التليفون ده يا أم. صحيح. ألو، أيوة يا مي، كل سنة وانتي طيبة يا حبيبة أمي. أخص عليك يا مي، يعني إيه مش هتقدروا تفطروا معانا أول يوم رمضان؟ ينفع كده؟ ولسه أخوكي سولي مكلمني وبيقولي إن هو ومراته برضه معزومين برا. ليه كده يا ولاد بس؟ انتوا غاويين تنكدوا عليا كل سنة في رمضان. بلا كل سنة وانتي طيبة بلا بتاع بقى. خلاص زي ما انتوا عايزين، شوفوا راحتكم. سلام. زعلانة ليه يا أنا؟ أبوكم وأمكم مش هيفطروا معانا أول يوم رمضان. يعني إحنا ما ينفعش نسوم من غير مامي وبابي يا أنا؟ لا وانتي الصادقة، مش هنعرف نفطر من غيرهم. هو رمضان قدر اللمة، ومن غير اللمة دي ما بيبقاش له طعم. قالوا لأمه مش هيفطروا معانا أول يوم بس. اللي يهون عليه ما يفطرش مع أهله أول يوم رمضان، يهون عليه ما يفطرش معاهم الشهر كله. للدرجة دي يا أنا؟ أيوة يا حبيبة أنا، للدرجة دي. رمضان يا ولاد كان حاجة تانية خالص زمان. أول ما الشهر يهل علينا الناس بتكلم بعض ويباركوا لبعض، أول ما يشوفوا الهلال يتصلوا ببعض بالتليفونات ويهنوا بعض ويتفقوا على الأيام اللي هيفطروا فيها مع بعض. ده احنا حتى كنا بنوضب للشهر ده قبليها بشهر بحاله. يلا بقى، بس خلاص رمضان ما بقاش زي زمان وما بقالوش طعم زي زمان. أنا فرحانة إن رمضان بكرة يا أنا. يا حبيبة أنا، وأنا كمان، وأنا كمان مبسوطة قوي إن أنا هقضي رمضان معاكم. هنفطر مع بعض، نتسحر مع بعض، ونتفرج على المسلسلات مع بعض، وناكل مع بعض الحلويات، ونشرب قمر الدين، وأهم حاجة بقى نصلي التراويح مع بعض زي زمان بالظبط. رمضان جانا وفرحنا به بعد غيابه وبقاله زمان. قالوا قولوا شهر بدوله غلو. معاكي مكرونة تمام، ودي الدقيق. فين الزبيب؟ نسي الزبيب شعبان. خلي بالك يا ميوي، خلي بالك حبيبتي، مش عايزين ناكل محشي مخروم. ها؟ لا يا مامي، لسه صغيره وبتعلم، مسموح لي على الاقل اخرم ربعه. لا يا حبيبتي، والنبي تعلمي في اي حاجه غير اكل الفطار، ده اكل اول يوم. صح يا مامي، هو احنا ليه دايما اول يوم بنفطر محشي ولحمه وكفته؟ معرفش والله يا حبيبتي، انا طلعت لقيتهم بيعملوا كده ومشيت وراهم. وبعدين انت عارفه حبيبتي، المحشي ده اكله مقدسه في كل البيوت المصريه في اول يوم رمضان. طب وتاني يوم بقى هنفطر ايه؟ هو ده سؤال يا حبيبتي، الاكل اللي متبقي من اول يوم. يا احنا اول يوم وتاني يوم هناكل محشي؟ لا طبعا، اول يوم وتاني يوم وتالت يوم حبيبتي، هو كورس كده 3 ايام محشي ورا بعض. وبعدين احنا نخلص بقى نتعزم عند طنط رجاء، نلاقيها عامله محشي برضه. بعديها نتعزم عند طنط كاميليا، محشي. هو كورس يا ماما، معروف. عارفه يا ماما انا بحب رمضان ليه؟ ليه يا حبيبتي؟ عشان الاكل طبعا يا طفصه. لا يا ماما مش عشان الاكل، انا بحب رمضان عشان كلنا بنتعزم عند قرايبنا كده ونروح نفطر عند طنط رجاء. هي دي يا حبيبتي صلة الرحم، احلى حاجه في رمضان هي لمتنا. انت عارفه زمان اول ما كنا نشوف هلال رمضان ايه اللي كان بيحصل؟ كله يجري على التليفونات ونجيب لستة التليفون ونبتدي بقى نتصل بواحد واحد من اول حرف الف لحد الياء. انما دلوقتي تلاقي كله على السوشيال ميديا، راح ضارب لك الفانوس وتاج 700 تاج بقى، وانت تتهري فوانيس فوانيس فوانيس. يا مامي ده كان فراغ، يعني انا دلوقتي ما ردش على اصحابي على السوشيال ميديا؟ لا يا روحي ردي عليهم، انا ما بقولش كده، بس يعني الناس اللي بتحبيهم قوي وقرايبين منك لازم تكلميهم في التليفون وتقول لهم كل سنه وانتم طيبين، تسمعي صوتهم. يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ ما تعمليش حاجه يا حبيبتي، انا عايزاكي تكلمي اصحابك واحده واحده وتقول لهم يجوا يفطروا معاكي هنا يوم. بجد يا مامي؟ بجد يا رحمه. ده يبقى فطار تحفه. كل سنه وانتي طيبه، وريني بقى شطارتك. الله تحفة يا رحمة مامي، بس انتي مش قلتي هتخرمي ربعه بس؟ هنخلله. هتأكلونا ايه اول يوم في رمضان بقى؟ ايه؟ محشي. بجد؟ بجد. مش
السلام عليكم يا حاج شعبان. أهلاً. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مغاوري. كل سنة وأنت طيب يا سيدي. وأنت بالصحة والكنافة. يا طايف عليك. بقول لك يا حاج شعبان، أنا جيش عندك طبلة. طبلة؟ ليه؟ ناوي تشتغل ورداتي؟ ورداتي إيه وكلام فاضي إيه؟ أنا هشتغل مسحراتي. مسحراتي. هتشتغل مسحراتي وتسيب عمارتي الضخمة الكبيرة اللي أنت تحتيها بيه بواب في أكبر عمارة فيك يا مصر وتشتغل مسحراتي؟ يا سيدي أنا عايز ألقط رزقي بالليل، وأنت عارف شهر رمضان ده شهر كرم وفرج، وبعدين يعني أنت عارف الظروف اليومين دول، الغلا والكوى، كيلو الرز جرب يحصل كيلو اللحمة. أنت عايز تستغل بقى الناس وكرم الناس في رمضان وتتسول. عيب عليك يا حاجي شعبان. تتسول ايه؟ تتسول دي خد امسك. يلا 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 مع السلام. يا راجل عيب عليك، ايه الكلام دي؟ انت شايفني قاعد على باب العمارة ببند ايدي واقول لي لا يا محسنين؟ عيب عليك. امال عايز ايه يعني؟ انا عايز الطبلة ديت عشان اشتغل مسحراتي. خلاص يا سيدي، انا عندي طبلة كبيرة هديها لك. روح يا شيخ الله يعمر بيتك. وهنقسم مع بعض. روح يا شيخ الله يخرب بيتك. اهلا يا جوجو، نورتيني. اهلا بيكي حبيبتي. واضح انك انت ما خلصتيش لسه. انا قلت اجي اساعدك وبعد ما تخلصي تيجي تساعديني. طب والله برافو عليكي، انت بداتي. لا انا يعني قربت اخلص، بس يعني قولي لي عندك ايه عشان اعمله معاكي. ابدا، حاجات بسيطه اللي فاضله هنا. طب حبيبتي قولي لي في ايه عشان اساعدك. ابدا، فاضل لي ان انا اكيس الخضار، وان انا اقطع الفاكهه واكيسها برضو، وانقع قمر الدين وبس، واعمل العصاير. لا هانت. وناقصني كمان الف المحشي الورق العنب واعمل الرز بتاعه. لا بسيطه. وناقص لي كمان اسلق ورق الكرنب واعصج اللحمه واتبل البفتيك. ايه بس كده؟ وبل الخشاف ويبقى خلاص خلصت. بقولك ايه يا حبيبتي، انت كده فعلا هتخلصي، بس هتخلصي ان شاء الله على العيد. بس انا كمان عايزه اخلص قبل السحور علشان الحق انقع الفول. يا سلام، هيتاكل النهارده الفول ده. بس ايه رايك فعلا طالما هنخش على العيد بقى نعمل الكحك بالمر؟ يا اختي خلصي اللي قدامك الاول، مفيش فايده فيكي الاحلام الحلوه دي. هاتي حاجه اعملها. هاتي. طب خدي قطفه. انا ما بحبش الفاصوليا اعملها. طب اعملي ايه؟ فيها فتل كتير. طب خدي اديني البطاطس. أوري. بحب اقشر البطاطس. ايوه دي اسهل حاجه في الدنيا. راحوا يا بناتي يلا وهيسوا ودانه ونور فوانيك. يا ساتر يا رب على بزوغ رب ملك يا اخويا، حاولنا النكد وحطت ايدك على خدك ليه؟ رمضان كريم يا شعبان. الله اكرم يا اختي، قاعد بتفرج على الناس رايحه جايه يمين وشمال شايلين شنط، الا ما في حد فكر يجي يدخل عندي السوبر ماركت صحراء. جرايا مصريين، جرايا مصريين، مش شايفين يعني شعبان والزينه والتكاليف اللي شعبان عاملها ولا يا مصريين؟ يا حبيبي معلش ما تزعلش نفسك يا شعبان، ما انت اللي غلطان، انت اللي ما جبتش ياميش رمضان والحاجات الحلوه اللي الناس متعوده عليها. ما هو كل حاجه قدامك اهي، ياميش رمضان كله موجود بس صيني. ده ياميش رمضان ده؟ ايوه اهو، دي عين جمل بس صيني. ده عين جمل؟ ايوه. ده صغير قوي. ايوه ما هو صيني بقى، تلاقيه صغير كده ومسحوب. مسحوب ايه يا اخويا؟ هو ايلاينر ده؟ ايه ده؟ وده جوز هند صيني. ده جوز هند؟ وايه اللي هناك ده يا اخويا؟ دي ملوخيه ناشفه؟ دي؟ دي صوبيا. يا دي صوبيا نبتنت دي ولا ايه يا ستر يا رب؟ فاهمك انت، وده تمر هندي صيني. لا 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 استناني هنا، انا عديت كل اللي فات بمزاج، لكن تيجي لحد ده تمر هندي وصيني ازاي بقى دي افهمها؟ يا بهيمه، ما هو التمر الهندي اصلا صيني، وده فول سوداني مقشر، وده فول سوداني بقشر. ده فول سوداني ده محروق قوي. صومالي؟ ما هو سوداني صومالي، انت ايه ما بتفهميش ولا ايه؟ بص يا شعبان، هو انت عندك وجهه نظر، بس انا شايفه بقى ان انت تخليك في المضمون، احنا نجيب شويه فوانيس بيتخطفوا هوا. لا ده انت اتعاميتي رسمي، ما هم الفوانيس كلها ايه؟ مفيش حته واحده اتباعت. دي فوانيس؟ ايوه امال ايه دي؟ انت جرابيس؟ جايب لي عيله وراها الحضانه والنينجا بتاع، فين يا اخويا الفانوس الجميل ابو شمعه ده اللي كان بيلسوع صوابع العيال؟ خلاص دي موضه قديمه. ايه بقى حبيبتي؟ ده انا من كتر ما انا عارف ان انت في المنطقه هنا محبوبه والناس بتنادي باسمك، عملت لك فانوس شبهك. ان حد واحد يجي يقول لي اديني فانوس اهبه ابدا. اهو بصي ده شبهي انا.
ايه ماله؟ إيه انت مش واخده بالك ولا ايه؟ الفيل ده شبهي انا؟ ايوه يا بنت، بصي بصي الحلقه اهو زيك بالظبط. وانت عملته مخصوص عشاني انا؟ امال انت فاكره انت بتخبطي ليه كده هتكسري الفانوس؟ لا وانا ما يخلصنيش، انت تعمل لي فانوس وانا اعملك انت فانوس، اعلق عليك الهم والغم يا شعبي. حرام عليكي حرام عليكي. طب يا حبيبتي عايزه مني حاجه قبل ما انزل؟ ايوه يا علي عايزه سلامتك بس يا حبيبي، والنبي ما تنساش تجيب لنا معاك الكنافه والقطايف. هو انت كل ما تشوفيني تقولي لي هات هات هات، مفيش مره تقولي لي خد. وماله يا حبيبي ما تزعلش، وانت نازل خد معاك الخلاط صلحه او هات لنا واحد جديد. هو برضه هات. خلاص ما تزعلش، خد بعضك وخد معاك كيس الزباله ارميه وانت نازل عشان خلى ريحه المطبخ وحشه قوي. طيب مفيش حاجه تانية اخدها معايا؟ لا عندي اتنين هات كمان، وانت راجع عدي على اللبان هات اللبن والزبادي والجبن. وهات التانية؟ هات سحور. حبيبتي انا الفيزا بتاعتي امبارح كان فيها 3500 جنيه، ببص فيها النهاردة لقيتها على زيرو. كل سنة وانت طيب يا لولو. وكنت شايل 5000 جنيه في دلابي. في ايه يا علي؟ انت بتخسر من مصروف البيت ولا ايه؟ لا ده انا كنت شايلهم من فلوس انا واختفوا في ظروف غامضة. كل سنة وانت طيب يا لولو. صرفتيهم في ايه يا أنوجي؟ هكون صرفتهم في ايه يا حبيبي، ما انت شايف موسم بقى. كل سنة وانت طيب يا لولو. ايه الاكل ده كله يا ماما؟ احنا داخلين على رمضان مش داخلين على مجاعة. ده شهر صيام يا علي، يعني لازم نفطر كويس. شهر الصيام يعني نمنع الاكل مش ناكل زيادة. ايوه نمنع الاكل بالنهار وناكل زيادة بعد الفطار. تصدقي وجهة نظر. كل سنة وانت طيب يا لولو. وانت طيبة يا أنوجو. روح رمضان دلوقتي يا أولاد وإيه بزمان خالص. حتى الأغاني بتاعت رمضان زمان كانت حاجة ودلوقتي بقت حاجة تانية خالص. حتى الفوانيس بقى شكلها غريب. الفانوس ده شكله قديم قوي أنا. ده شكله غريب قوي. فانوسي وأنا صغيرة أهو. والصوت كان حديد وفيه إزاز ملون. ها كنت بحط فيه شمعة تنور صغيرة، وكنا بنلف أنا والولاد في الشارع نغني وحاوي يا وحاوي أيوحة. طبعاً انتوا ولا تعرفوا الأغاني دي. يعني إيه وحاوي يا وحاوي؟ وحاوي يا وحاوي دي يا حبيبتي كلمة فرعونية يعني معناها جانا القمر جانا. يا قمر انت يا قمر، وانت قمرين. عمري ما سمعت الاغنيه دي. للاسف يا ولاد الدنيا اتغيرت خالص دلوقتي مش زي زمان. ايام ابوكوا وامكوا كانوا بيجيبوا فوانيس غريبه كده هي اللي بتغني بدل العيال، وبعدين دلوقتي بقت الفوانيس شكلها غريب والعيال بس بتلعب في الزراير. عايزينك تغنينا اغنيه من بتاع رمضان القديمه يا انا. يلا بقى نغني وحوي يا وحوي. وحاوي يا وحاوي ايوه، وكمان وحاوي ايوه، وحاوي يا وحاوي. والله العظيم حرام، والله العظيم حرام. بقى كل المجلات والجرايد بتكتب في رمضان عن الاكل والطبيخ، واحنا لسه بنكتب عن حريه المراه. مش هتتحرر يا انجي بقى، مش هتتحرر بقى. ارحميني. ارحميني انت؟ انا ارفض ارفض رفضا باتا تحويل الجورنال لمطبخ والست الطباخه في رمضان. في ايه؟ في ايه؟ ايه الاوفر اللي انت فيه ده يا شيخه؟ ليه هو ده اللي بياكل مع الناس؟ مش تحرير المراه والهبل ده. بسلام. وبعدين يعني احنا بره رمضان جوه رمضان ما احنا شغالين طباخين. كان ايه يا انجي؟ فوتي بقى. صح. تصدقي انت بالذات متجوزه راجل لو خيروه بينك وبين صينيه بطاطس بالفراخ هيختار صينيه البطاطس. ما تفكريش بقى، بصراحه هي دي الحقيقه. عارفه يا كاميليا، في ناس بيستنوا رمضان عشان الروحانيات والعباده ويتقربوا لله سبحانه وتعالى. في ناس تانية بيستنوا رمضان ليه بقى؟ علشان يخرجوا ويتفسحوا ويروحوا الخيام والحاجات دي اللي انت عارفاها. في ناس تالتة بقى بيستنوا رمضان ليه؟ ليه؟ عشان يتفرجوا على المسلسلات. انا بحب المسلسلات. انا عارفه انت دول الفوازير كلها. ايوه انت دول. في نوع رابع بقى والعياذ بالله زي جوزك حسين بيستنوا رمضان علشان الاكل. عندك حق يا انجي، انا مش قادره افهم ايه اهميه الاكل عنده في رمضان، ما هو كده كده بياكل. ربنا يكون في عونك يا كمال.
انت عارفه جوزك ده من اهم اسباب انهيار الاقتصاد في البلد. عارفه لو قامت ثوره جياع مش عايزه اقول لك هيبقى هو السبب برضه. لا انت فاهمه غلط، ده هو هيبقى قائد ثوره الجياع لانه هيبقى جعان. خيبه. اهم حاجه دلوقتي ان انا اروح لاستاذ جميل وهو مدروخ من الصيام كده واطلب منه ان هو يديني اجازه اول اسبوع في رمضان، بس يا رب يوافق. يا روحي يا حبيبتي ما تقلقيش. طب انا هاجي معاكي عشان اسندك واقنعه. قلب امك كاميليا. روحي كوكي كاماليوتا. ايه يوخد حلو طول عمرك قمر، طول عمرك جدع يا بنت. قولي لي كوكي انت طبخه ايه النهارده بقى اول يوم رمضان كده؟ ما لحقتش والله العظيم اطبخ حاجه يا انجي، بس عملت صينيه مسقعه باللحمه المفرومه، بطاطس باللحمه المفرومه، معاهم بس كده باميه باللحمه المفرومه. يا بنات خلصتوا شغل النهارده؟ اي يا استاذ جميل انا خلصت شغل اسبوع لقدام. وانا كمان، انا كمان لسه ما خلصتش. انا مش عايز اسمع صوتك خالص، انا مش عارف انت ايه لازمتك في الجورنال ده. يعني يا سلام عليك يا انجي، احسن موظفه عندي، انت انشط واحده عندي هنا. وانا الحقيقه خلصت شغلي لمده اسبوع يا استاذ جميل علشان عايز اخد اسبوع اجازه. اسبوع اجازه؟ انشط موظفه عندي تاخد اسبوع اجازه ليه يا انجي؟ معلش يا فندم بقى رمضان وكل سنه وحضرتك طيب. وانا كمان يا استاذ جميل محتاجه اسبوع اجازه بليز. هو في ايه يا كاميليا؟ انا طالبه اسبوع اجازه، انت بتحشري نفسك ليه في طلباتي؟ ما قلتيش ليه من الاول. جرايه يا انجي، يعني هو رمضان جه عندك وما جاش عندي اصلا؟ بس ده انت وهي بقى. يوه انا مش هبل المناهده، ده الاخ علي كمان مكلمني قال ايه هو كمان عايز اجازه، يعني كلكم بقى تاخدوا اجازه ونقفل الكورنر عشان ترتاحوا. طب والله فكره، برافو عليك. اسكتي انت خالص. لا يا فندم احنا مش قصدنا يعني، بس حضرتك عارف رمضان والتزامات وعزومات وكده يعني. كل سنه وانت طيب. ايه انجي ترشحات يا حبيبتي، وانت طيبه يا حبيبتي. بقول لك ايه، انا ما بحبش الموظفين بتوعي يبقى عنده كسل وانتخه والحاجات دي. الاجازات بالتبادل. يعني ايه بقى بالتبادل؟ مش فاهم. يعني لما حضرتك تاخدي اجازه كاميليا ما تاخدش اجازه، ولما علي ياخد اجازه سامح ما ياخدش اجازه، عشان يبقى في حد بيقوم بشغل التاني. قرار سليم جدا يا استاذ جميل، وانا موافقه عليه جدا، علشان كده يعني انا قررت ان انا اخد الاجازه الاسبوع الاولين. لا يا كاميليا، انا اللي طلبت الاجازه الاول، يعني انا اللي هاخد الاسبوع الاول. مش ممكن انت على طول نطه في بوقك يا شباب. انا يعني ايه؟ اشمعنى انت؟ لا انا طلبت الاول يا كاميليا. طب ما انا من حقي برضه اجازه يا ستي. بعدي ما شاء الله عليكم وعلى الصحه اللي فيكم، انتوا متاكدين انكم الاثنين صايمين؟ ما شاء الله. بقول لكم ايه، لا انت ولا هي، انا اللي هاخد الاسبوع الاولاني. يا سلام، بحضرتك لسه بتقول انا ما بحبش الكسل والانتخه، ايه اللي حصل؟ اه برافو عليكي، انا ما بحبش لا الكسل ولا الانتخه للموظفين، انما ليا جميل، خاصه بس رمضان. انت عارفه رمضان السنه دي جاي في الحر. يا 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 حر جامد قوي، وانا بصراحه ما بعرفش اركز. البركه فيكي بقى يا انجي. يعني ايه؟ مش فاهمه ايه البركه فيكي يا انجي دي، ما فهمتش. يعني انت يا انجي بجمالك كده ورقتك، اللهم اني صايم، اللهم تقبل. شوفي يا حبيبتي انت خلصتي شغل اسبوع قدام في يوم، فيعني ربنا يكرمك كده وخلصي لي شغلي. اخلص لك شغلك؟ لا مش فاهمه يعني حضرتك. انا بكتب عمود يومي، يعني طبيعي ممكن اخلص المقالات لاسبوع قدام، انما بالنسبه لشغل حضرتك ايه؟ هقرا الطالع لاسبوع قدام؟ يلا يا عم ده طريق امشي. يا عم ده فين يا عم انت اللي غلطان؟ يا عم طريق اتكل على الله. لا لا يا عم احنا صايمين يا عم. انا صايم اتكل على الله. لا اله الا الله، اللهم اني صايم يا عم. اسمع اللي بقول لك عليه اتكل على الله. لا اله الا الله يا عم اتكل على الله. يا عم الواحد صايم بقول له اتكل على الله. يا اللهم اني صايم يا عم. كتفي البطة كمان احتها في الحالة بسرعة. كتفي البطة كمان احتها في الحالة بسرعة. كشك كشك بسرعة. كشك 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 كشك. حسين! ايه؟ ايه يا حسين؟ ايه اللي منيمك كده؟ وايه اللي رجعك من الشغل بدري يا حسين؟ كمان يا حرام عليك يا كمان، في حد يصح حد كده؟ ايه ده؟ المغرب ادن؟ الشوربة بسرعة كمان الشوربة. مغرب ايه يا حسين اللي ادن يا حسين؟ احنا يا دوبك بعد العصر. بعد العصر؟ طب استحيلي ايه يا كمالة بعد العصر؟ اللي رجعك بدري يا حسين؟ تعبت في الشغل يا كمالة، الجو حر وأول يوم رمضان، وفجأة حسيت إني عطشان قوي ولساني لازق في بوقي، سحرتيني كلها ولا يا كمالة؟ هتسترجل شوية يا حسين وبطل شغل العيال دي. الله اسكتي يا كمالة والنبي، عشان أنا عطشان قوي. يا رب ليه يا رب ما خلقتنيش جمل ولا حتى صفارة استحمل العطش؟ طب قوم
قوم ادخل معايا ساعدني بقى يا حسين. اساعدك فين يا اختي؟ في المطبخ؟ لا ما اقدرش، ريحه الطبيخ ماليه منور العمار، ايش مشمر ومحمر. لا لا وبعدين يغمى عليا. مامي جد يا روحي يا روحي يا روحي. ازيك يا حبيبتي؟ ايه ده؟ ايه يا حسين؟ ايه ده كمان بتاكل؟ ايوه يا حسين انت صايم كمان؟ احنا مش قلنا كمان 100 مره في الصيام العيال يتعلموا صومه؟ لا 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 يا حسين اقصى عليك، مالكش حق ابدي ابدا. انا يا رب النت يا حبيبتي احسن واحده تصوم من السحور لحد ما تصحى. انا بتعب قوي لما بصوم وانا نايمه يا فندم. يا حبيبه قلبي بتصوم وانا نايمه؟ يا حبيبتي روحي. لا يا رب ما خليتنيش اصوم وانا نايم، او حتى نام وانا صايم يا رب. اللهم لا اعتراض. حسين بعد الفطار. ناظم يا نبار اضرب. كل سنه وانتم طيبين يا اولاد. انت طيبه يا مامي. في ايه يا علي؟ في ايه يا علي؟ بالراحه لنفسك هتفطس. انا فعلا كنت هفطس من العطش. ايه يا حبيبي بس انت ما عملتش اي حاجه غير انك عمال تشرب ميه تشرب ميه تشرب فيه، انت ما اكلتش حتى. ماليش نفس للاكل، انا كنت هموت من العطش. خلاص يا جماعه انا هخش انام ومحدش يصحيني قبل السحور. ها طب يا حبيبي دوق اي حاجه من الاكل، انت ما كنت صايم طول النهار. معلش يا حبيبتي مش قادر. تسلم ايديكي، ريحته كانت باينه. هي ماما ما نزلتش تفطر معانا ليه؟ ما فيش، كلمتها علشان تنزل تفطر قالت لي لا مش عايزه، بعت لها افطارها فوق. يلا مش اشكال، كل سنه وانتم طيبين يا اولاد. انت طيب يا حبيبي. تصبحوا على خير. اوعى حد يصحيني قبل السحور. حاضر. خد الميه معايا بس يمكن احتاج. لا علي اوعى تبل السرير يا علي. مامي مامي هاتي بقى برنامج هاني رمزي والنبي. النهارده حلقه داليا البحيري. يا اختي بلا داليا البحيري بلا قرف. ليه يا مامي؟ دي بنتها صاحبتي كيمي. ماي مامي بقولك ايه، هاتي يوميات زوجة مفروسة حلوة قوي. لا 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 انا عايزة اتفرج على مسلسل مصطفى شعبان ابو البنات، في بنوتة جديدة قمر اسمها نور ايهاب عاملة دور يجنن. شبه كده يا ميوي. هاتولنا مأمون وشركاله. فيه يا علي انت مش كنت عايز تنام؟ اصلي بحب عادل امام وانا كمان بموت فيه. حد يقول لي طبق الحلويات. ما تمد ايدك يا علي، هو في ايه؟ خد المسلسل فظيع قوي قوي، هموت واعرف ايه اللي هيحصل لعلي البدري. المهم سليم البدري هو اللي هيعمل ايه. سيبك من علي. اسيبني من علي ازاي بس وانا ليا غيره؟ انا بتكلم عن علي البدري. وانا بتكلم عن علي الطيب. الله وبعدين ما نلم نفسنا شويه ونعمل حساب للشهر الكريم، ولا فرجكوا على اخر حلقه من دلوقتي. في ايه يا بابا؟ ما احنا فطرنا خلاص بقى. بقولك ايه يا بابا، انا عايزه اتصل بماما اطمن عليها. طمني امك زي الفل، زمانها هيصه في وسط اخواتها. صحيح، ازاي مامتك ما جاتش عشان تفطر معانا النهارده؟ اصل الست موينجي متعوده كل اول يوم رمضان تتلم هي واخواتها ويفطروا عند امهم. ربنا ما يتعالهم عاده. انا كنت فاكره انك مزعلها عشان كده ما جاتش تفطر معانا. بابتي انا يزعل مامتي انا؟ لا يمكن. بابا حبيبي مش ممكن، مش ممكن ابدا يزعل ماما في اي يوم بالسنه، وخصوصا بقى اول يوم رمضان. مش كده يا بابتي؟ احنا مربيينه. بقولكي ما تلمي نفسك بقى ماما شويه، ما يصحش كده. يعني هو كان يصح ان حماتك ما تجيش تفطر معانا في اول يوم رمضان؟ ايوه فرض. كنافة بالريد فيلفت حلوة قوي علي، تعالى خد لك حتة. لا ده ايه ده، اكل حتة ايه؟ انت اللي عاملاها دي؟ لا يا حبيبي دي من بره، بس بقى الجاهز بيبقى احلى واطعم بكتير. كنافة بالريد فيلفت ايه؟ كنافة يعني كنافة، وبسبوسة يعني بسبوسة. نحب الحاجات بتاعت رمضان الشرقية دي، مش الكلام اللي لسه طلع لنا جديد ده. هاتي وريني المتعة. لا يا حبيبي طالما انت بتحب الحاجات الشرقية اللي بتعمل في البيت ابقى اعملها انت، بس خليني انا الريد فيلفت. طب ما تغير الاعلانات دي ليه يا علي؟ تغيرها ليه؟ احلى حاجه في رمضان الاعلانات، ما عادش اتفرج على حاجه غيرها لان بيبقى فيها فن
بتلاقي بقى كل الشركات بتتنافس مع بعض. اه هو كله على حسابنا، احنا اللي بنشتري في الاخر. جبت الفول والزبادي يعني؟ لا ما لحقتش، ما انت عارفه يا حبيبتي بعد الفطار الواحد ما بيلحقش يعمل حاجه. يعني ايه يعني ما لحقتش؟ يعني احنا هنتسحر ايه دلوقتي بقى؟ سحر ايه بعد اللي عماله بتحشيه ده كله لسه هتتسحري كمان؟ لا بص بقى يا علي، انا ما بعرفش اتسحر غير فول، ده مسمار البطن. مسمار البطن ايه بقى؟ انت بتعملي اساسات في بطنك؟ ايوه بقى، انت ما بتفهمش في الاكل على فكره. وانا ما بعرفش اصوم غير لما اكل الفول، انا عايزه فول يا علي. طيب خلاص، انت عايزه فول وانا عايز فول، شوف حد بقى يجيب لنا فول. انت هتهزر يا علي. بقول لك ايه، اذا هتسحرني النهارده اي حاجه يبقى الفطار بكره برضو اي حاجه. ما انا بصراحه مش قادر انزل اجيب فول عشان حضرتك عايزه تتسحري فول. خلاص يا حبيبي، الفطار بكره عباره عن عيش وجبن، ايه رايك بقى؟ لا حبيبتي بس كده، عايزه الفول ساده ولا محوج؟ عايزه محوج وبزيت الزيتون. اوكي يلا يا لولو. ايه ده؟ زحمه. انا مش قلت 100 مره ما حدش يلعب بالصواريخ دي لانها خطر وممكن اي حد يتعور؟ مامي احنا فرقعنا فوق ال 20 صاروخ ومحدش حصل له حاجه، ربنا ستر الحمد لله، بس انا وداني اتخرمت ودمي نشف. خدي بقى فرقعي الصاروخ ده عشان يكون رقم 21 عشان تحسي بالمتعه اللي احنا فيها ومحدش هيحصل له اي حاجه. لا بس هيبقى في ضحايا، ايه رايك بقى؟ تعالوا يا جزم منك ليها. يا مامي في ايه؟ احنا بنهزر معاكي، ده مقلب زي بتاع هاني رمزي. هاني رمزي؟ عمرك شفتي هاني رمزي بيولع صاروخ في امه؟ بس بيفرقع جوه الطياره صواريخ ومحدش بيتضايق ولا بيزعل عشان ده هزار. لا عشان ده هاني رمزي. ايه يا شعبان؟ ايه يا شعبولة؟ مفيش اي مصلحه يعني؟ ما انا كنت بصحيك وانت نايم زي الخروف مش عايز تقوم. خلاص بقت شعبان وشعبوله، خلاص رمضان خلص، التواضع انتهى، فاهم ولا مش فاهم؟ يلا امشي. ايه الشمش دي؟ ايه دي دبانه انا قدامك ولا ايه؟ رمضان خلص، رمضان خلص يا مغاوري. ياه ما احنا عارفين ان رمضان خلص، هو كده بيخلص بسرعه يا اخي، بيجي بسرعه ويخلص بسرعه. لا والغريب كل سنة نقول نفس الكلام، رمضان خلص بسرعة. لا أنا زعلانة مغاوري، زعلانة أوي إن رمضان خلص، البضاعة زي ما هي والفوانيس حلوا يا حلوا كلها ما اتباعتش. بس أنا بقى فرحان عشان الليلة دي آخر ليلة في رمضان وأعدي ألم الأجرة بتاعت المسحراتي. بقول لك إيه؟ بقول لك إيه؟ النص بالنص، ولا أنت ناسي إن أنت واخد من عندي الطبلة؟ ولقتهم لك دراعك ده دلوقتي. ربيتك تصدق يا شعبان انت نتي. ثانية واحدة. اهلين اهلين بالعيد، مرحب مرحب بالعيد، العيد فرحة زي طو طرحة. اهلين اهلين بالعيد، مرحب مرحب بالعيد. الله انت فظيعه في الكحك. شفت شفت النشا لابلي؟ شايفين الريحه حلوه ازاي؟ تجنن صح. مش مهم الريحه، مش مهم الريحه، المهم الطعم، هموت وادوق بقى. طعم ايه يا حبيبتي؟ الكحك الحلو بيبان من عجينه. بس كمان لازم النقش يبقى كويس عشان السكر ما يقعش من الكحكايه. على فكره بقى سمير ما بيحبش السكر، اصل هو بياكل الكحكايه السكر بينزل في شنبه وبيبقى شكله مسخره. لا 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 والله مش مساله شنب، عموما ماليش في الكحك، الكحك بيخليني اطرشع بجد. انا اموت في البسكويت. بسكويت اعشق البيتبو. البيتبو البيتبو
عرضك عرضك بيتي فوق. خدي يا روحي. انا عايزه انقش معاكي يا ماما. لا 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 حبيبتي كفايه اللي مقورتيه وخرمتيه قبل كده، حبيبتي روحي العبي معاكي. انا عايز، انا بصراحه مش قادره افهم ايه لازمته التعب اللي احنا تعبينه ده، ما كنا شاريناه جاهز وخلاص. كانت فكره هبه. ايوه طبعا فكرتي، لان الكحك ما يبقاش كحك الا لما يتعمل في البيت. طبعا، امال ايه؟ البيت المصري ريحته بالليل كده ليله العيد، يا سلام، والعيله كلها ملمومه بتعمل الكحك. اه يا عيني يا عيني. يا ليله العيد انستينا وجد الامل فينا، يا ليله العيد. تيجي فوق تيجي فوق. اهلا شعبك يا رب. كل سنة وانتم طيبة يا هانم. يا جماعة رمضان خلص، شهر البركة عدى، وعايز أقول لكم بعد كده أي حد هيكلمني على فلوس ولا على عادية عليا النعمة ما هدفع ولا مفيش. طب ثانية واحدة بس، ثانية واحدة. يا ليلة العيد أنستي. حبايب انا وانا كمان بحبكم قوي، ده انتوا احلى حاجه في دنيتي. انت كمان لنا بقيت الحكايه ولا الحكايه خلصت خلاص؟ يا خبر ابيض، لا طبعا الحكايات ما خلصتش، حكايات انا عمرها ما بتخلص ابدا. عندي حكايات كتيره قوي لحد ما شرفت دنيتي يا حبايب انا. سنة من طيبين، والنهاردة بإذن الله آخر يوم هتتعرفوا على كل الكرو بتاع العمل، كل واحد هيقدم نفسه ليكوا، الناس دي هي اللي اشتغلت والناس دي هي اللي تعبت، النجوم اللي قدام التلفزيون انتوا كده كده عارفينهم. كل سنة من طيبين. يا جماعه متجمعين على خير ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين.